اتصور ان انتوا واخدين بالكم ان احنا يعني مهتمين قوي قوي وشغالين كويس قوي، وهقدر اقول المشاريع اللي مستهدفه بيها محافظه مطروح سواء كان مشاريع زي المواني اللي بتتعمل او القطار السريع اللي بتتعمل او المدن اللي بتتعمل، هي في النهايه ممكن يعني احنا كمواطنين وطبيعه المحافظه اللي هي فيها يعني شكل معين بتعيش بيه هيكون لي تاثير كبير قوي عليكم خلال المرحله دي، وانتم حاسين بده. وانا جاي بالطياره كنت شايف، كنت مره انا بفتتح ميناء جرجوب، فبالطيارة كنت بشوف شكل الدنيا عامل ازاي. بعد 4 سنين تقريبا وانا برضو جيت بطيارة الهليكوبتر مخصوص عشان ادي نفسي فرصة اشوف، لا في تطور كبير، وده كل ده عبارة عن خطوة خطوة على الطريق بالنسبة للي احنا بنستهدفه للمحافظة. تطور انتوا بتعملوه وتطور الدولة بتعمله، زي ما قلت لكم كده احنا بنتكلم على مدن جديدة، بنتكلم على عشان برضو الناس يقولك يعني القطر السريع اللي هيجي لغاية جرجوب او هيطلع لغاية السلوم بس عن طريق الحباطة وكلام من هذا القبيل، يعني احنا هنستفيد منه ايه؟ لا طبعا، حتى المنفذ اللي احنا كنا دخلناه دلوقتي وده بقالنا يجي 3-4 سنين شغالين فيه عشان يبقى حركة التجارة بيننا وبين أشقائنا في ليبيا، وفي منطقة لوجستية هتتعمل برضو على يعني 250 فدان 300 فدان دكتور مصطفى بجنب المنفذ، عشان كل دي فرص عمل بتتوفر لنا عشان تطور وتنمي المنطقة محافظة مطروح والمنطقة الغربية. كنا من كام يوم بنحتفل ب مش بنحتفل يعني كنا بنقول ان مشروع سيوة واللي هو الصرف الزراعي فمشروع اتأخر كتير، لكن المهم ان هو خلص واحنا انقذنا الواحة ديت بفضل الله سبحانه وتعالى من مصير كان مش كان يعني كان صعب قوي، والحمد لله رب العالمين. أنا عايز أقول لكم على حاجة، مفيش شهادة وفاة أبدا لحاجة في مصر طول ما إحنا مع بعضنا كده. فأنا عايز أقول متشكر ربنا يخليك، ربنا يكرمك، تحيا مصر بيكوا، تحيا مصر بيكوا. ونرجع بس لسيوة ديت كواحة، وكان ليها تاريخ كبير وعظيم جدا في حياتنا، لكن كان في مشكلة كبيرة فيها اتحلت المشكله. وانا بس عايز اقول لكم ايه، انا بتكلم هنا عشان الحاج بلال جنبي هنا ومن اهالي سيوة، كان كلمني في الموضوع ده ان احنا بنفتتح العلمين، قال لي سيوة هتغرق وبتاع، قلت له ان شاء الله مش هيحصل، هتتحل. والوقت اللي اتعمل فيه المشروع يعني خده 3 سنين وشويه، لكن انا بقول لاهالي سيوة بقى وبقول للحاج بلال من فضلكم اللي اتعمل حافظوا عليه ان شاء الله، اللي هو الـ الابار اللي كانت يعني دايما الاهالي بتعملها، دلوقتي احنا لينا عملنا نظام خلاص، فاحنا نحافظ كمجتمع سيوة والمجلس المدينه بتاعها يبقى حريص على ان هو ينظم عشان نستعيد الواحه تاني افضل مما كانت ان شاء الله.